بعد طول انتظار للمباراة المرتقبة بين فريق العمالقة والتنين، وقف اللاعب الصغير رامي عاهد أمام اللاعب المخضرم شاكر الذي وعد بصد كرة رامي. شاكر شاهد الكرة تستقر بين يدي اللاعب. وفي الرمية الثانية سقط مضرب شاكر من يده. رمية ناجحة. ما بك سيد أسامة؟ تبدو شاحبا. ظننت أن شاكر صد الكرة. الآن مع الرمية الثالثة لرامي. أنظار الجميع مركزة علي، المدير والمدرب. رمية السرابية لا أحد يستطيع صدها. مستحيل. هذا غير صحيح، لا أصدق. درس للحياة. إنها الحقيقة، الكرة السرابية تم صدها للمرة الأولى منذ بدأها رامي. لا 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 أصدق هذا أبدا، مستحيل. أرجوك يا أمي، أرجوك قولي شيئا. لقد تحطمت الأسطورة وتمكن شاكر من صد الرمية التي لم يصدها أحد على مدى 25 جولة. لحظة تاريخية. هي ماذا تفعل؟ صور. أعضاء فريق العمالقة في حالة إحباط، لكن المدرب يبدو رابط الجأش. شاكر يركض الآن حول القواعد وهو لا يظهر أنه قام بعمل رائع بصد الكرة السرابية. لقد فعل ما هو مفروض أن يفعله. شاكر، كيف صد الكرة؟ ما بك يا رامي؟ رامي، هل أنت بخير؟ هيا يا شباب، ماذا تنتظرون؟ هيا. مستحيل. عاد شاكر للقاعدة المركزية. كان ذلك رائعا بالفعل، ولكن قد يظنونها ضربة حظ إن فعلتها مرة واحدة. ولكن هل سألت السيد فادي؟ أن يبقي رامي لرمي الكرة؟ بالطبع. رامي، إنها ضربة حظ. ضربة حظ، صدقني. نعم رامي، ضربة إنها ضربة حظ. مشجعو العمالقة خرقوا الصمت، يقولون إنها ضربة حظ. لا أظن أنها ضربة حظ، كان واثقا عندما لوح بمضربه. لحظة مريرة بالنسبة لرامي. لا بأس يا رامي، الكرة السرابية تثبت جدواها مع لاعبين آخرين، هل فهمت ما أعنيه؟ رامي، أنا أشاركه الرأي. هيا يا رامي، هل استسلمت وتراجعت؟ أين الإرادة؟ أجب. أنا تريد أن تلعب؟ طبعا. حسنا، حظا طيبا رامي. حظا طيبا. يتوزع الآن فريق العمالقة في الملعب، يبدو أن رامي سيواصل اللعب. لم تثنه المفاجأة لا. عن عزمه، أليس كذلك؟ بالتأكيد لا، ولكن اللاعب تحسين يحمل المضرب الآن، فلنشاهد معا كيف سيستعيد رامي السيطرة. لا أحد يستطيع صد كرة السرابية. ما فعله شاكر كان ضربة حظ. نعم، لا شيء، ضربة حظ. خاطئة. هاي نعيم، هل تقدمت قليلا؟ لا أحد يستطيع صد الكرة السرابية. ما فعله شاكر كان مصادفة.
خاطئة. الكرة السرابية تخطئ للمرة الثانية، لابد أن الصدمة كانت قاسية. ذراعا رامي لا تستقيمان، الصدمة كبيرة بحيث أن عضلاته تقلصت. والآن ها هي الرمية الثالثة، كرة خاطئة أيضا، إنه متوتر. ركز يا رامي. لماذا ذراعي لا تطاوعني أخي؟ ارتطمت الكرة بالأرض، هذا يحدث لرامي للمرة الأولى منذ التحاقه بالعمالقة. رامي ما الذي حدث لك؟ يا رب ساعد رامي. رامي تشجع. رامي أرجوك أن تهدأ. أشعر أني لست على ما يرام. رامي ذراعك تؤلمك؟ لا أظن ذلك. سنتبادل الكرة بيني وبينك حتى تسترخي عضلاتك. سنجرب ذلك الآن. هيا. بعد أن تحدث مع زملائه، ترى هل سيستعيد رامي سيطرته السابقة على الكرة؟ إنها ليست سرابية. ناجحة. إنها سريعة جدا، وقد فاجأت أنيس الذي لم يحرك ساكنا لصدها. محاولة يائسة، هذه نهاية رامي. لقد صد الكرة، إنها دورة كاملة، هاني يقفز الآن. الكرة في يده، رائع، لعبة جيدة من هاني. كان هذا نداء قريبا لرامي، ولكن هذا ما هو متوقع من أنيس. إنه لا يخطئ كرة سريعة مرتين. إن سرعة كرة رامي هي 120 كيلومتر في الساعة، وهي ذات تأثير كبير. إنها سرعة عالية بالنسبة لتلميذ، ولكنها ليست عالية للمحترفين. ماذا؟ هل تريد من كمال أن يستعد للعب؟ لا، السيد فادي يريد من رامي أن يلعب. نريد كرة سرابية. الكرة السرابية هي الحل الأخير على ما أظن. خاطئة. تحول للكرة السرابية دون فائدة. لا أصدق، ما الذي يحدث الآن؟ سيطرته بعد الصدمة الأولى. والآن نشاهد المدرب نادر قادما، لكن السيد فادي يوقفه، وهذا يعني أن رامي سيواصل اللعب. أرجوك يا كرة السرابية، أخرجيني من هذا المأزق. رامي فقد توازنه تماما بعد أن صد شاكر كرته السرابية، بالإضافة إلى 4 كرات أخرى قام هاني بإنقاذ إحداها بأعجوبة. خاطئة. الجميع يتوقعون تغيير رامي لتوتره، لكن السيد فادي لا يريد ذلك. أظن أنه ينتظر مواجهة رامي وشاكر مرة ثانية. هكذا إذن، الآن شاكر ينتظر دوره ليحمل المضرب،
لكن الدور للاعب جميل. كرة حرة. أنا لا أنجح رغم جميع محاولاتي. هل يحاول السيد فادي إحراجي أمام جميع المتفرجين؟ إيه تحرك. كرة حرة ومسير. النتيجة الآن 5-0. هذا مذهل. هذا يكفي يا رامي، اترك الملعب، لا أريد أن أرى ذلك. أتمنى لو أتلاشك دخان في السماء. دور شاكر. الدور الآن للاعب شاكر، وهو الذي يتصدر هذه الجولة. المدرب نادر يتقدم باتجاه الملعب. هل سيستبدل رامي؟ أرجوك سيد فادي، كف عن إذلاله واستبدله بلاعب آخر. أنا أستمر؟ لا أظن أنه يجب أن أستمر، أخرجني من الملعب. لم أسمع رامي يتحدث بهذه الطريقة من قبل، أعتقد أنه يجب استبداله. صحيح أيها المدرب. سيدي نرجوك. ولكن المدير لا يريد ذلك. لا أيها المدرب، هذا هراء. سبب عدم امتداد ذراعك شعورك بالخذلان، هل تفهم ذلك جيدا يا رامي؟ خذلان؟ لا يهم إن كنت تريد أن تخذل فريقك، ولكن تذكر أباك يا رامي. والدي. رسالة مدير الفريق لك. لا زال رامي في الملعب. ترى هل فقد السيد فادي الأمل في هذه المباراة؟ لا أعتقد ذلك، يحاول أن يلقن رامي درسا في التعامل مع هذه الظروف، ولكن هذا الدرس سيكلف غاليا. ها؟ انظر لشاكر. إنه يتكهن بالفوز، ها هو يشير بذلك. شاكر بطل البيسبول، هل سيحاول تحطيم منافسه الذي بدأ نهار؟ حافظ على هذه الروح يا شاكر، صد جميع الكرات حتى نتمكن من الفوز بهذه البطولة. هيا يا رامي، سأحطم أسطورة الكرة السرابية. يبدو أنه متوتر، هذا يعطيني فرصة لتمالك أعصابي. حسناً، سوف أرمي الكرة السرابية وسوف تنجح مهما كلف الأمر. ستكون من أجل أبي. إنها كرة مفصلية. حسب تقرير ماسا فإن كرة رامي المفصلية تنتهي كرة سرابية خفية، وذلك لأنه لا يملك القوة الكافية لرمي الكرة. معدل سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، والهواء المندفع من التهوية يؤثر عليها، وهذا يحدث فقط في الاستاد الكبير. الهواء المنبعث من التهوية يحدث نوعا من التيار الخفيف بين المنصة والقاعدة الأولى قبل وصول الكرة بقليل. تتأثر الكرة بهذا التيار بشكل عمودي، وهذا يربك حامل المضرب كأن الكرة تختفي من أمامه، ولكن الاستاد مجهز بتيارات داخلية مختلفة. الكرة التي تتأثر بالتيار المرتفع تواجه أيضاً بالتيار المنخفض، لما يجعلها تستدير بطريقة غريبة وتندفع بسرعة أكبر من سرعتها الأساسية، حيث تبلغ 110 كيلومترات في الساعة عند بلوغها القاعدة النهائية. عندئذ تبدو لحامل المضرب كأنها عادت وظهرت من جديد. أحسن شاكر اختيار التوقيت، وذلك بفضل إحساسه الداخلي. إذا كانت الرمية السرابية رمية رائعة طورها رامي عاهد من الرمية المفصلية، فإن الشاكر الذي صدها بفضل إحساسه الداخلي هو عبقري في هذه اللعبة. لقد فعلها شاكر، فاز بأربع دورات كاملة تماما كما توقع. لم يكن ذلك مجرد حظ، ولم تكن أيضا مصادفة. لقد تم تمزيق الكرة السرابية الخفية التي كانت السبب في شهرة رامي. وأكثر من ذلك،
لقد وفى شاكر بما وعد به. إنه لاعب غير عادي. انتهى كل شيء، انتهى حلمي وحلم والدي. رامي تشجع يا رامي. ناعل لا تقل ذلك، انه ليس جريحا وليس مريضا ليقف على قدميه. رامي ما هذا؟ هيا قف حالا. سيد نائل إنني أشعر بالإحباط. سيد بشار حتى لو كنت صغيرا فأنت عضو بالفريق، مؤكد تعرف ذلك. نعم أنا آسف للجميع. رامي إلى أين تذهب؟ للبيت وداعاً. من الذي سمح لك بالذهاب للبيت؟ لكن سيد فادي غاضب مني. إنه كذلك لأنك تريد الخروج من الملعب دون إذن منه. أنت تريد الهرب، تحاول التهرب من مسؤولياتك. لكنني محطم تماما. يجب أن لا تسمي نفسك لاعبا. سيدي أنا لا أريد أن أورط الفريق بسببي. من قال إنك تورط الفريق؟ لا تكن متسرعا في حكمك. غير معقول، رامي سيواصل اللعب. رامي أرجوك يا باك بإذا من البيت، لقد سألنا هذه اللعبة. أخفق رامي في مسك الكرة، لقد فقد تركيزه تماما. أشعر بالأسف لأجله لأنه ما زال تلميذا صغيرا. ها نحن في الاستاد ورامي سوف يرمي الكرة وقد خسر الكرتين حتى الآن. سيكون درسا جيدا لك يا رامي إذا قررت الاستمرار في اللعب. ينطلق لليمين، هاني يركض خلف الكرة بكل جهده. تحسين يصل القاعدة الثانية وينطلق للثالثة. لا دعه يذهب سيد فادي، أنت تعرجه، أنت خاسر وعديم الرحمة. لا يهمني ماذا يلقبونني، قاسن عديم الرحمة، ولكن يا رامي أنا على ثقة بأنك ستكون الرامي الأساسي لفريقنا. نعم في يوم ما ستكون عملاقا في فريق العمالقة. أريد أن أختفي، أريد أن أختفي من هذا المكان. رامي غض القاعدة. ناجح. لحظة سنغير رامي. ترى ما الذي يقصده السيد فادي؟ إن رامي نسي إحدى القواعد الأساسية. ماذا تعني بذلك؟ كيف يشعر الصغير حين يستبعد من الفريق؟ حسن، أظن أنه سيعود في يوم من الأيام وبقوة أكبر. رامي. سيدي، لكن لماذا تأخرت في استبدالي؟ ولما أخرجتني الآن؟ نسيت واجبك في تغطية القاعدة، هذا أمر لا تهون فيه في لعب المحترفين. أمرك بالذهاب للمزرعة والآن فورا وأن تدرس معنى العمل الجماعي مع الفريق، هل تفهم؟
العمل مع الفريق انتهى. Huh?